لكل اللي يحب المغامرة وللي عنده شغف برفع الأدرينالين في جسمه، هذا الخبر حيهمكم كثير. ففي سلم تسلق مرعب في النرويج تم افتتاحه في مايو، وصار أحدث وجهة للمشي لمسافات طويلة في النرويج. السلم هذا على ارتفاع 790 متر، هو جزء من الطريق اللي بيوصل المشاركين لقمة جبل هوفن الشهير في النرويج، واللي بيبلغ ارتفاعه أكثر من 1000 متر. السلم مكون من 120 درجة، طوله 140 متر، وبيطل على يعني مضيق بحري كمان. والسلم اللي بتكلم عنه واللي راح اسميه أنا إنه السلم الهوائي، يعني السلم المعلق، وقت لما بيوصلوا له المشاركين بيكونوا على ارتفاع عالي أصلاً، يعني هو مو مثبت في الأرض ترى. المشارك يحتاج يكون متسلق الجبل عبر أسلاك وسلالم ثابتة وكذا، وبعدين بيكمل طريقه في السلم الهوائي هذا. طيب صحيح إنه بيتم تثبيت المشاركين بأسلاك معدنية كده وحلقات مثبتة في الصخور، بس اللي بيشوف المتسلقين بيحس إنهم معلقين في الهواء، مو مثبتين يعني بشيء، يعني هذا مو حق الناس اللي ضعاف القلوب أصلاً، مو حق أحد، مو حق عاقل، مو حق العقلين ترى، ها أوكي شوفوا بعينكم. ترى ما اعرف لو المنظر اللي شفتوه في نهايه الفيديو يستاهل كل هذه المغامره ولا. ترى الاعجب انه لما توصل فوق وتخلص المغامره وتبغى تنزل، انت بحاجه 5 دقائق بس عشان تنزل، عشان حتستخدم التلفريك. العموم شاهدينا بكره خميس البنيس، في امان الله.